كان في نشاط رياضي، كان في حوش بيقام فيه مباريات بين الفصول وبعضيها. ده النهارده انت بتلاقيه؟ لا مفيش. انت حتى اولادك اللي بتوديهم المدرسه مفيش حوش في المدرسه غير حاجه صغيره كده ومعموله جنجيل صناعي عشان يطلعوا بس يشموا هوا ويرجعوا الفصول تاني. لكن مفيش زي زمان. فطبعا كان الكابتن طه بيجمع لعيبه عشان خاطر منتخب المدارس. وكان في حد من الحاج محمد العافي، ده كان راجل فاضل جدا من كفر الشيخ وكان عضو في النادي الاهلي، وعرض على الكابتن طه اسماعيل اسمي وقال له احنا عندنا لعيب في كفر الشيخ، لعيب كويس جدا ممكن تاخده معاك في دوره المدارس دي. قال له خلاص ابعته لي وخليه يجيب لبس معاه ويجيب لبس نوم، لان احنا هنعمل معسكر في النادي الاهلي اسبوع، هجمع 40 لعيب وهختار منهم 22 لعيب. كويس. فهو بلغني وقمت انا رايح. وكان لي الفضل طبعا ان هو قدمني للكابتن طه اسماعيل ورحت وكنت من ضمن ال 22 لعيب اللي اختارهم يروحوا للدوره. ولعبنا الدوره، وتعرف بقى يعني هقول لك على الاسماء اللي كانت موجوده في الفريق في منتخب مصر الدول. كنت انا ومختار مختار وثابت البطل وكان محمود فوزي بتاع الزمالك، محمد سعيد ابو جمال حمزه، حمدي جمعه. ما شاء الله، انت حاجه بتتكلم على منتخب مصر الاول، مش منتخب مدارس. انا بقول لك شوف المنتخب كان شكله كبيرة. كان في حارس مرمى مع ثابت البطل اسمه ابراهيم خليفه من الاسماعيلي. يعني كان انا يعني برضو في اسامي انا ناسيها. محمود المدبولي من دمياط كان سيرد باك ممتاز جدا. في الدوره دي انا اخذت هداف الدوره. انا كنت على فكره كنت بلعب راس حربه في الاول. يعني انا جيت النادي الاهلي لعبت في نص الملعب وهدوكوتي بقى مرمطني في كل حته بقى وينج رايت شويه الجوكر بتاع وينج ليفت شويه باك ليفت شويه. راس حربه لما الخطيب كان يغيب او عبد العزيز عبد الشافي كنت العب راس حربه، وكل مباراه لعبت فيها راس حربه كنت بجيب فيها جول كنت بسجل فيها. فطبعا عرض عليا كابتن طه بعد الدوره ان انا اجي النادي الاهلي، ومسؤولي كفر الشيخ ما كانوش راضيين خالص وقالوا لي احنا هنصعد السنه دي وبعد كده هنلعب في الدوري الممتاز وبتاع. ما رضوش، رفضوا. يعني كان الفريق مرتجي هو رئيس النادي الاهلي وقتها، كان فريق مرتجي وكان الاستاذ كمال حافظ كان وكيل النادي وعم عبد البقالي اللي هو كان بقى بيجيب مختار مكتشف المواهب. فالمهم رفضوا، وفعلا احنا صعدنا في السنه دي الدوري الممتاز. فكانت فرصه ان هم يشوفوني اكتر في الدوري الممتاز. ولعبت قدام النادي الاهلي اربع مباريات او لا يا ربي تم اربع مباريات في السنتين او السنتين، الدور الاول مباراه والدور الثاني مباراه في السنه الاخيره بقى او السنه الثانيه هبطت كفر الشيخ. والنادي الاهلي فضل برضه متابع كابتن محمد عامر، برضه انت لافت النظر بادائك الرائع في الدوري الممتاز وقتها، والنادي الاهلي فضل مصر انه يضم اللاعب محمد عامر. يعني كانت فرصه يعني ياكدوا عليا، انت عارف لما بنبقى احنا في النادي الاهلي بنشوف لعيب وعايزين نجيبه النادي الاهلي وكده فبنتابعه زي اللعيبه اللي بتطلع اعارات وكده ونتابعها في الدوري الممتاز وبعدين ينجبهم ينبحهم خالص. طيب خلاص هتنتقل لنادي الاهلي، فاكر دايما الذكريات الحلوه اول لحظه ليك واول يوم في النادي الاهلي؟ طبعا ما يتنسيش. طبعا. مين كان في استقبالك وقتها؟ والله بص انا رحت يعني لما فريق مرتجي راح كفر الشيخ عشان يتفاوض بنفسه جالي كفر الشيخ مرتين هو واستاذ كمال حافظ وعم عبد البقال وفي اول مره اجتمعوا مع مجلس الاداره وحددوا المبلغ كان 7500 جنيه ومباراه لكفر الشيخ، مباراتين لكفر الشيخ، مباراه في النادي الاهلي ومباراه في كفر الشيخ ايرادها لكفر الشيخ. لا ده انا عايز اقف عند ال 7500 دي. 7500 يعني انت النهارده ده كان اكبر صفقه انتقال. كان وقتها كان قبلها كابتن طاهر الشيخ 6000 جنيه. ايوه صح مظبوط كده؟ بالظبط. 6000 جنيه او 6500 حاجه كده يعني. كنت اغلى لعيب راح نادي كفر الشيخ ساعتها.
وفي تاني مرة لما قعد جوم تاني مرة عم عبد البقال قعد مع والدي في البيت أسبوع يخلص في الاستغناء. ومشي سيادة الفريق مرتجي وأستاذ كمال حافظ رحمة الله عليهم هما يعني. وعم عبد البقال قال لي هتروح هناك هتلاقي ابني مستنيك هيقعدك في شقة وهتتمرن مع الكابتن فتحي نصير في 19 سنة. فأنا كان ساعتها عندي 23 سنة. ورحت وبقيت في وسط اللعيبة اللي هم مين بقى؟ الشباب اللي هو علاء ميهوب ومجدي عبد الغني وربيع ياسين كانوا 19 سنة أنا كنت 23 سنة ساعتها. فأنا كان عندي قوة وسرعة فارق كانوا يبصوا عليا كده إن أنا يعني إيه ده إيه اللعيبة مفكريني 19 سنة زيهم سنهم بس فعم عبد البقال كان عاوزنا اتمرن مع 19 سنه لغايه لما يخلص الاستغناء عشان اختفي خالص من مصر عشان هم كانوا معصلجين معاه جدا في كف الشيخ يعني. فلما خلص اتنقلت للفريق الاول وكان بقى كل اللعيبه زمايلي مصطفى يونس ومحمود الخطيب وصفا طب حليمه الله يرحمه كلهم استقبلوني وكان ودي خلي بالك من الحاجات الحلوه في لعيبه النادي الاهلي ان هم بيحتووا اي حد.